بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو استكمالا لموضوع النظام الغذائي الخالي من الخميرة للتخلص من المتاعب الصحية الناشئة عن تكاثر الفطريات. تحدثنا في الفيديو الأول عن أسباب تكاثر الفطريات والمشكلات التي تسببها الفطريات، والآن سنتحدث في هذا الفيديو عن النظام الغذائي، ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها، ونصائح مهمة للمصابين بزيادة نشاط الفطريات. وسنبدأ بالأغذية الممنوعة. السكر الأبيض والبني، أيضا العصائر المحلاة بالسكر، والعسل الأسود، وحتى عسل النحل، وشراب الذرة، وشراب الأرز، ودبس التمر، والفاكهة المجففة أو حتى المجمدة والمعبأة، أيضا عصائر الفاكهة المعلبة، الكحوليات والمشروبات المخمرة، وخميرة الخبز، وخميرة البيرة، والخبز والمعجنات والبسكويت والكيك والحلوى، والخل الأحمر والأبيض، والأطعمة المحتوية على الخل مثل المخللات، أيضا الخضروات المخللة، المايونيز والكاتشب، متبلات السلاطة المعدة تجاريا، وصلصة الصويا، وصلصة الباربيكيو، والخردل، والخردل المحتوي على الخل، والحليب المركز، أيضا مسحوق الحليب، والفطر اللي هو فطر عيش الغراب، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، والفستق الأخضر، والجبن المعتق والمعفن والمعالج مثل جبنة الروكفورت، والجبنة الزرقاء، وجبن الشيدر، أيضا الأطعمة المصنعة والمعلبة، والوجبات الجاهزة المحتوية على السكر والدقيق المكرر، أيضا اللحوم المعالجة صناعيا والمدخنة مثل السجق والنقانق والسلامي. أما الأغذية المسموح بها فهي الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير لاحتوائهما على البيتا كاروتين، أيضا فيتامين سي، أيضا الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت والملفوف لاحتوائهما على مواد كبريتية، أيضا حساء الخضروات الطازج المعد في المنزل، أيضا شاي الأعشاب خاصة شاي القرنفل والعصائر الطازجة والفاكهة الطازجة، أيضا الأرز البني أو الدقيق البني الخالي من الجلوتين، والكيك المصنوع من الأرز اللي هو كيك الأرز، أيضا الكيك المصنوع من الشوفان الكيك الشوفان ونخالة الشوفان، أيضا الخبز والمعجنات المعدة في المنزل باستخدام دقيق الحبوب الكاملة مع البيكنج باودر أو الصودا، أيضا البقول المجففة مثل العدس والفول والبازلاء والحمص، أيضا لبن الصويا والزبادي المدعم بالخمائر الطبيعية، أيضا الزبادي اللي هو اللبن الرائب المحتوي على البكتيريا الحية المحفوظ في الثلاجة بعيدا عن الضوء، أيضا الجبن قليل اللاكتوز مثل جبن الموتزاريلا، والمكسرات الطازجة والبذور النيئة لاحتوائها على فيتامين إي، أيضا زيت بذر الكتان أو زيت الزيتون، طبعا العصير البكر البارد، أيضا البصل والثوم لاحتوائهما على مواد مضادة للفطريات، أيضا هناك اللحوم والأسماك الطازجة والأطعمة العضوية الطبيعية غير المصنعة. ويضاف إلى هذه الأغذية ما يلي: الأغذية الغنية بعنصر الزنك مثل اللحوم الحمراء والمحار البحري والمكسرات والبذور، وهنا يلعب الزنك دورا مهما في زيادة مناعة الجسم والوقاية من الالتهابات الفطرية. أيضا الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والتوت والفراولة والفلفل الأحمر والأخضر، ويلعب هنا فيتامين سي دورا مهما في رفع كفاءة الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات. أيضا الأغذية الغنية بعنصر الحديد مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء، ويساعد الحديد على التئام الالتهابات الفطرية ومنع تكرارها. أيضا الأغذية المعززة بالخمائر الطبيعية
مثل الزبادي وبعض عصائر الفاكهة اللي هي بتعيد التوازن الطبيعي بين البكتيريا النافعة والفطريات، مما يؤدي إلى منع نشاط وتكاثر الفطريات. وبالنسبة للمكملات الغذائية المسموح بها، فتشمل مستخلص مضاد للفطريات يساعد على استعادة التوازن الطبيعي بين البكتيريا النافعة والفطريات، ويستخدم على هيئة نقط بالفم أو غرغرة لعلاج فطريات الفم والحلق. أيضا مكملات زيت الثوم، وهو مضاد للفطريات، وينصح بتناوله بصفة منتظمة لرفع مناعة الجسم والتغلب على الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيرية. أيضا مكملات البروبيوتيك، أيضا المكملات الغذائية المحتوية على الحديد والزنك وفيتامين سي. وهناك نصائح مهمة للمصابين بزيادة نشاط الفطريات. وتتوقف مدة النظام الغذائي على التاريخ المرضي وشدة الأعراض والصحة العامة للمريض. طبعا اتباع النظام الغذائي يؤدي إلى الشعور بالتحسن التدريجي خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع، طبعا حسب الصحة العامة للمريض وشدة الأعراض. أيضا الإقلال من تناول الكربوهيدرات النشوية والسكرية إلى الحد الأدنى، نحو 20 إلى 60 جرام يوميا من الكربوهيدرات حسب السن ودرجة النشاط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من النظام الغذائي. أيضا من النصائح الهامة للمصابين بزيادة نشاط الفطريات الإقلال من تناول الألبان ومنتجاتها، ويتوقف على مدى حساسية الشخص للألبان ومنتجاتها، والأخذ في الاعتبار عند قراءة الملصقات الغذائية أن السكريات تكتب بعدة أسماء مثل سكروز وفركتوز ومالتوز وكلوغوز ولاكتوز وجليكوجين ومانيتول وسوربيتول. أيضا إدخال بعض الأصناف الممنوعة من القائمة تدريجيا مع ملاحظة الأعراض، وإذا حدثت انتكاسة ينصح بالابتعاد عن ذلك الطعام كلما أمكن ذلك. ومن الممكن أن يعاني بعض الأشخاص خلال الأيام الأولى للنظام الغذائي من بعض الأعراض مثل التوتر والإرهاق والإجهاد والوهن العضلي، لكن سرعان ما تزول هذه الأعراض بعد عدة أيام. أيضا لابد من ممارسة الرياضة بانتظام 20 إلى 30 دقيقة 3 مرات أسبوعيا على الأقل. عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وأدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبايبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.